السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حنشرح طريقة معرفة كلمة سر الفيسبوك المنسية في حساب الفيس الموثق برقم هاتف لا تستطيع الوصول إليه أو ببريد إلكتروني مفقود أو معطل. لا تنسى الصلاة على نبيك الحبيب، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفكرة تقوم على إدخال رقم هاتف جديد وتأكيده من دون ما يطلب الفيس الكلمة السر الحالية المنسية، ثم نقوم بطلب كلمة سر جديدة باستخدام الرقم المضاف حديثا. أولا ندخل إلى حساب الفيسبوك، ثم ندخل إلى الصفحة الشخصية من خلال الثلاث علامات، عرض ملفك الشخصي، ثم نذهب إلى تعديل التفاصيل العامة وننزل إلى أسفل ونضغط على تعديل معلومات القسم حول، وننزل إلى أسفل ونذهب إلى معلومات الاتصال ونضغط على تعديل. نقوم بالضغط على إضافة هاتف آخر، وتقوم بإضافة أي رقم هاتف، ثم تضغط على متابعة ويتصل إليك رسالة تأكيد إلى الهاتف المدخل، وتقوم بتأكيد هذا الهاتف، ثم نذهب إلى الملف الشخصي، ثم نذهب إلى الثلاث علامات الموجودة بالأعلى وننزل إلى أسفل ونختار الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات، وندخل إلى الأمان وتسجيل الدخول. نضغط الآن على تغيير كلمة السر، وكلمة السر الحالية لا نستطيع إدخالها لأننا لا نعلم ما هي، لذلك نضغط على هل نسيت كلمة السر، نختار خيار إرسال الرمز في رسالة SMS، والرقم هذا هو الرقم المضاف حديثا، وتضغط على متابعة فتقوم بإدخال الرمز المكون من 6 أرقام، ثم تضغط على متابعة، ومن ثم تستطيع تغيير كلمة سر الحساب. إذا أعجبك الفيديو اشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.